ابيض وتحيات نادين ليك. نهارك ابيض يا علا، ماذا لديك اليوم؟ تحياتي ليكوا زملائي الاعزاء نادين تيسير وخالد غانم، ودائما نهاركم ابيض بخطين حمر. الزمالك العنيد في تحدي ينتظره جديد، لكن الحقيقة أنه هو مش تحدي واحد، هما أربع تحديات، والأربع مباريات القادمة في طبعا في مايو تحديات، أربع تحديات في مايو، الأربع أهم من بعض، اتنين في الكونفدرالية ذهابا وإيابا مع نهضة بركان، وفي آخر الشهر يوم 23 ويوم 27 طبعا مع نادي فيوتشر ونادي الاتحاد السكندري. أربع مباريات ما فيهمش كلام، إن شاء الله يكونوا بأربع انتصارات. طبعا مش عايزين نتكلم عن اللي فات، دائما انتصارا ولا قدر الله طبعا خساره بتعتبر واحنا بنعتبرها انها صفحه واتقفلت، لكن خلينا دائما نقول المكسب بيجيب مكسب والخساره بتجيب فايده للمباريات اللي بعد، لان احنا بنقف على دائما النقاط اللي ممكن نكون وقعنا فيها ونتلافاها ان شاء الله، مع اختلاف طبعا الشكل او الشكل الفني او وجهه نظر المدرب، كل ده اكيد بنتعمل له حساب. لكن خلينا نتكلم مع كابتن خالد مصطفى بشكل فني اكتر عن مش بس المباراه القادمه، لكن كمان كل المباريات اللي جايه لنادي الزمالك. برحب بيك ونهارك ابيض. نهارك زي الفل، صباح الفل على نادين وخالد وعلى جمهور نادي الزمالك كله. كابتن، يمكن قلنا قبل كده ان احنا هنقفل الصفحه بتاعت سموحه بكل اللي حصل فيها، اذا كان اخطاء احنا وقعنا فيها او اخطاء خارجيه، لكن خلينا نتكلم ونقول نهضه بركان يوم 12 الشهر الجاي، يوم الاحد خلاص، مباراه هامه جدا، التركيز مطلوب، يمكن كمان مش عايزين نتكلم او يبقى فيه لغط اعلامي كتير، لكن عايزين اللعيبه تكون مركزه قوي. ازاي نقدر نرجع بعد تلك الهزيمه اللي كلنا ما كناش متوقعينها الحقيقه؟ شوف طبعا بنقول قدر الله ما شاء فعل على اللي فات، وبنقفل الصفحه زي ما حضرتك قلتي تماما. اللعيبه الكبار اللي هي بتمثل نادي الزمالك لعيبه كلها خبرات وتعرف يعني ايه تقفل على اللي فات وتركز كويس في المباراه اللي جايه، لان هي اهم حاجه. مباراه ان شاء الله ببطوله لازم نركز فيها كويس جدا جدا، ونركز مع المدرب في الدور اللي هو هيتحط لكل لعيب. نمرة اتنين كمان لازم، مهم جدا جدا ان اللعيبة اللي استريحت وخدت راحة في المباراة دي تعرف ان المدرب عمل كده عشان خاطر يخليهم جاهزين المباراة اللي جاية، يعني يكونوا على قدر المسؤولية. ان شاء الله باذن الله يقدموا مباراة كويسة ونرجع ان شاء الله بالثلاثة بونت باذن الله تعالى من مباراة البركان. كابتن، يمكن مباراة خارج الوطن ومباراة هامة جدا، ويمكن نقدر نقول او مش هنقف على يعني التشكيلة او كده، لان دي بترجع طبعا للمدرب، لكن خلينا نقول لعيبة نادي الزمالك ممكن يكون برضو في غيابات لشلبي، ممكن يكون مش موجود في الملعب، ازاي عوض الغيابات؟ وهل الاختيار ما بين نضاي او نيمار مين هو الانسب؟ ولو حضرتك شايف كتوقع يعني مش كفرض او اي حاجة، كتوقع تفتكر مين اللي يكون انسب في المكان ده مع نهضه البركان؟ يمكن حضرتك كنت كلمتيني من فتره عن موضوع نضاي وسيد نمر بالضبط على الاثنين دول، انا قلت لك ان نضاي اللي يلعب، لان كانت مباراه هجوميه كنا بنلعب في مصر، لكن مباراه زي ديت طبعا كان المنافس الضعيف بتاع غانا، عشان كده قلت لك انا نضاي. لكن مباراه زي كده خارج الملعب مع الجمهور القوي بتاع المغرب، واحنا عارفين المغرب جمهور عامل ازاي، فرقه نهضه البركان مش فرقه قليله، بقالها كذا سنة بتقدم يعني مستوى جيد، فأنا أعتقد إن هيكون أقرب للمباراة دي سيد نمر، لأنه عنده قدرة على الدفاع، وإنه ممكن يغير يعمل تبادل بينه وبين فتوح، يكون في جبهة هجومية في وقت من الأوقات، ولما يكون محتاجين الجبهة الدفاعية يكون قوية يكون موجود. أعتقد إن هو يعني أحسن في المباراة دي إن شاء الله. مش هنقفل طبعا، يعني الاقرب طبعا هو مباراه نهضه البركان اذا كان ذهاب او اياب، لكن خلينا نخرج بس يعني شويه ونرجع تاني، نرجع نروح للدوري مره كده ونتكلم عن المباريات اللي جايه، يمكن هي بعيده شويه مش قريبه، مباراه فيوتشر والاتحاد السكندري اخر الشهر، لكن خلينا نتكلم عن المتصدر الدوري نادي بيراميدز وازاي هو كسبان خمس مباريات متتاليه. كابتن طبعا، هل هسالك ممكن سؤال كده يمكن ناس كتير بتساله، هل الزمالك لسه ما دخلش في منافسه الدوري بشكل، لانه لسه كان في مؤجلات وده هينعكس على بيراميدز، اول ما هتلاقي الزمالك دخل في المنافسه وابتدى يبقى المؤجلات يلعبها وابتدى يرجع لوضعه الطبيعي في الدوري، هل ده ممكن يهز بيراميدز او يخلينا ان احنا نستفيد من المباريات اللي جايه؟ طبعا ما فيش شك، لما تكون فرقه بتتغرط في البطوله لوحدها بتكون بتشتغل باريحيه، لكن طبعا لما يبدا الاهلي والزمالك يدبدبوا حواليه اكيد هيبقى ماتشاته هيلعبها مش بنفس الطريقه اللي بيلعبها بالاريحيه دلوقتي. لكن هو برضو في نقطه مهمه جدا لازم ناخد منها، بيراميدز السنه دي مركز جدا جدا في الموضوع ده، وزي ما نقول زي لغه الكوره بيتسحب من غير ما حد ياخد باله، مركز قوي في الثلاثه بونت في كل مباراه، لانه طبعا خرج من بطوله افريقيا فما قداموش غير البطوله دي، ومدرب الجديد ده شكله انه عنده ذكاء، مش
يبين للناس ان هو يعني مهتم بالبطوله، لكن هو مهتم بيها جدا جدا. 5 ماتشات ورا بعض فوز، 11 مباراه ولا هزيمه، فواضح ان هو مركز جدا جدا في الدوري، بحيث حتى لما الاهلي والزمالك يوصلوا له يكون في تنافس، لان في ماتشات ما بينهم مع بعض هتحدد مين ساعتها هيكون البطل. يكون الزمالك ينافس، وزي ما بيقول الدوري طول ما هو موجود ولسه في مؤجلات ولسه بدري، اكيد الدوري وفي امل ان شاء الله ان الزمالك يكون موجود في المنافسه باذن الله. لكن خليني اخد من حضرتك ذكريات كده بسيطه مع عشان الوقت. نهضه البركان، هل لعيب نادي الزمالك تقدر تستفيد من الذكريات 2019، وهل ده ينعكس عليهم بشكل نفسي اكتر؟ معلش انا عن نفسي مش بقتنع بالحته ديت، موضوع التفاؤل والتشاؤم والكلام ده كله مش بقتنع بيه، ولا الذكريات. الكره لو فيها ذكريات الكره لو فيها ذكريات كانت ناس كتير جدا كسبت على طول. لكن احنا نقول ان احنا نركز في المباراه، احنا النهارده الزمالك بتاع النهارده عايز ياخد البطوله، مركز جدا جدا ويحصل على بطوله الكونفدراليه ان شاء الله، وربنا يكرمهم ان شاء الله ويرجعوا باذن الله بالثلاثه بونت او بنتيجه ايجابيه ايا كانت ان شاء الله. وان شاء الله قبلك ونكون كسبانين ان شاء الله، باذن قبلك وان شاء الله قبل مباراه النهائي هنكون بنتيجه ايجابيه باذن الله تعالى. الله يبارك فيك زملائي الاعزاء طبعا.